إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، يوم جديد من عالم الفلك منتبع عبر إذاعة إم راديو. مثل العادة البداية مع برج الحمل. المشتري يجعلك تملك القدرة على ابتكار أفكار جديدة ومفيدة لنجاحك المهني والاجتماعي والعاطفي. افتح صفحة في علاقتك مع الناس فتقبل على الحياة بعزيمة وهمة أفضل من السابق. مهنياً يتعزز اهتمامك بما يدور حولك ويتركز على التخلص من مشكلة كانت تعيق انطلاقتك في ميدان العمل. عاطفياً بعد الأخبار الحلوة سترفع من معنوياتك الهابطة. صحياً برج الحمل يتعبك وضعك الصحي ويثير قلقك حتى ولو أكد لك الأطباء أو المقربين أن الأمر لا يتعدى كونه إرهاقاً عابراً أو انعكاساً لحالة نفسية متأزمة. عزيزي برج الثور، العزلة هي الحل الأمثل لك اليوم، ولكن من الأفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك، لذا فكر بهدوء وستصل إلى قرارات جيدة في النهاية. مهنياً تجنب كل الأشخاص الذين يحاولون إحباطك في العمل وحاول أن تكون صداقات مع شخصيات تتمتع بروح مريحة. عاطفياً عليك باختيار المناسب لوضعك وحاجاتك النفسية وتقلبات مزاجك المعهودة. صحياً برج الثور، ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل. منكمل مع برج الثالث الجوزاء، قد تحاول معالجة الأمور والمواقف بطريقة حكيمة، ولكنك بعد فترة لن تستطيع التحكم في أعصابك بهذه الدرجة. لا تتخذ أي قرارات هذه الفترة حتى لو كانت بسيطة. مهنياً كن أكثر تنظيماً في عملك وتقيد بالتفاصيل. عاطفياً لا تتسرع بإطلاق الأحكام أو الاتكال على رأي الآخرين. صحياً برج الجوزاء، يستحسن أن تبقى بعيداً عن بعض الاعتراضات التي تستفز مشاعرك وأعصابك. برج السرطان، ناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، فالمناقشات المكثفة والمشتركة مهمة جداً بالنسبة لك في هذه المرحلة، فقد تكتشف جانباً جديداً في شخصيتك بهذه الطريقة. مهنياً لا تقبل أي عروض اليوم حتى تستقر نفسياً. عاطفياً ما زالت العاطفة تحظى بدعم الفلك في هذه الفترة، فأقدم ولا تتردد وعبر بوضوح أكبر. صحياً برج السرطان، انتبه إلى وضعك الصحي الحرج واقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة. منكمل مع برج الأسد، تشعر أنك في دوام اليوم وبالتالي ثقتك في نفسك تقل تدريجياً. حاول أن تركز أثناء قيامك بأي مهمة وتعامل مع المواقف بموضوعية وحكمة. مهنياً القمر المكتمل يشعرك بالإحراج واليأس وخيبة الأمل ويولد صدمة للبعض. عاطفياً تتلقى اتصالاً من نوع مختلف يعيد البسمة إلى القلب والروح. صحياً برج الأسد، تجنب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء. عزيزي برج العذراء، تعاود نشاطك ولقاءاتك وتحاول اللحاق بما فاتك الفترة الماضية. استمع وكون أفكار جديدة وعلاقات مختلفة مع الآخرين. حاول أن تراجع قراراتك وأفكارك قبل تنفيذها. أوضاعك جيدة، ولكن قد يشكو المقربون من عصبيتك وانفعالك وتهورك. مهنياً تتقدم بقوة وبكل جرأة، فأنت شخص مبدع وأفكارك سباقة، ولا أحد يستطيع أن يتخطى قدراتك المبدعة والإيجابية.
عاطفياً، لا تتسرع لإلا تترك عامل الثقة يسود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً. صحياً برج العذراء، الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار يوماً بعد آخر يريح أعصابك تماماً. نكمل مع الميزان. حان الوقت لكي تنظر إلى نفسك في المرآة وأن تعاود التركيز والتفكير في أسلوبك تجاه الأشخاص المهمين في حياتك. مهنياً قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة إلى بعض الزملاء المقصرين في عملهم. عاطفياً تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه. صحياً برج الميزان، استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها ولا تهمل واجباتك الصحية. ننتقل لبرج العقرب. اليوم يحاول كل فرد بلا استثناء التحدث معك والاقتراب منك والتعرف عليك. من المتوقع حدوث بعض التغييرات في حياتك، لذلك يجب عليك أن تعرف كيف ستتكيف مع الوضع الجديد وكيف ستتصرف مع الناس من حولك. مهنياً لا تجازف بمستقبلك المهني من أجل حفنة من الأموال، لأنها لن تدوم كثيراً. عاطفياً الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه. صحياً برج العقرب، لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو يسبب لك إرهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل. منكمل مع برج القوس. كن طموحاً بدرجة كبيرة ولا تجعل حلمك يقف أبداً عند نقطة معينة. دائماً واصل السعي ولا تتأثر بكلمات من يحبطونك. انظر دائماً للناجحين وحاول أن تصل لخطواتهم وبنفس سرعتهم. مهنياً أنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولديك كل ما تحتاجه من أجل النجاح، فلماذا الكسل؟ عاطفياً استمع كثيراً لمن تحب ولا تجعل المسافة كبيرة بينكما. ناقش المشكلات التي ظهرت بينكما بهدوء وتفاهم، ولا تحاول أن تكون مسيطراً طوال الوقت. صحياً برج القوس، البحث عن المتاعب يرهق أعصابك. احذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة، فهو قد يحمل الكثير من المصاعب. وصلنا لبرج العاشر، برج الجدي. يجب عليك التمتع بالهدوء ولا تدع أي شيء يتسبب في إزعاجك. لا تجادل في الخطأ واعترف به وحاول إصلاح مشاكلك خلال الأيام المقبلة. مهنياً تقدم على تغيير اتجاهاتك المهنية كلياً والسير في خط جديد مراهناً على قدراتك فيه والإبداع. عاطفياً الحب في وضع قلق نتيجة عدم وجود حوافز لذلك، لا تجعل اليأس يسيطر عليك. صحياً برج الجدي، حاول أن تستفيد من المناخ الجيد، فالطبيعة أفضل علاج من ضغوط العمل. عزيزي برج الدلو، كن حذراً من الشخص الذي تشتكي له، فليس كل الناس أهلاً للثقة. مساعدة من العائلة تساعدك في اتخاذ الحل المنشود. مهنياً القمر المكتمل يزودك قوة شديدة ويجعلك تنتصر في قضية وتتأقلم مع أوضاع مهنية جديدة تتيح لك قدراً كبيراً من الابتكار. عاطفياً الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك. صحياً برج الدلو، عليك تناول حفنة من المكسرات بشكل يومي حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتحافظ على صحة جسدك وتشعر بالنشاط والحيوية. برج الحوت والأخير، تحتاج إلى التركيز الجيد في كل خطوة تقوم بها، خاصة المتعلقة بمستقبلك، وتعلم اقتناص الفرص في وقتها
حتى لا تندم بعد فوات الأوان. مهنياً، يشير هذا اليوم إلى مسألة مستجدة في مجالك المهني، سببها أحد الزملاء الذي ارتكب خطأً كبيراً. عاطفياً، اليوم هناك ميل إلى الخلافات الزوجية، فكر قبل أن تتصرف أو تتكلم. صحياً برج الحوت، لديك عادات غذائية غير صحية كثيرة، أبرزها تناول الأطعمة الدسمة، وهو ما تحتاج إلى التوقف عنه فوراً. مستمعينا، هذه كانت كل توقعاتنا من عالم الفلك. تابعوني دايما عبر إذاعة أم راديو.